يا اهلا وسهلا، الباشا في انتظاركم، اتفضلوا. يا مرحب يا مرحب. في ميعادك تمام يا كمال. طبعا يا سالم باشا، ما نقدرش نتاخر عن حضرتك ابدا. ماهر واد عم. نورك بهار يا ماهر. الله يخليك حاج سالم، بنورك. هو قريبنا بس طول عمره عايش هنا، ملوش في لهجتنا يعني. اتفضلوا اتفضلوا. انا بقالي اكتر من 30 سنة عايش هنا، انما اول ما اشوف احد صعيدي لساني يقلب على طول. ابويا الله يرحمه كان زيك كده يا حاج سالم، بس في موضوع الصعيدي بس، انما انت الله يوسع عليك ويكرمك، فخر الصعيد وربنا. الله يخليك. كمان بيعزك قوي يا ماهر، ونقل لي يا سيدي المعزه دي، عشان كده قلت نتقابل هنا عندي في البيت ويبقى عيش وملح. ربنا يديم العيش والملح ويديم المحبه اللي بيننا يا رب. يوسع عليك ويوسع علينا احنا كمان. ومن جور الصعيد يسأل. شكلك دغري يا ماهر. احنا عشمانين في ربنا ثم في حضرتك. الحاجه اللي معنا دي تتباع، نمسك قرشين، انقل مراتي وابني لحته تانيه، عيشهم في مستوى احسن. قريب. قريب ان شاء الله. خد الشغلانه دي والتأني يا ماهر. في خطوات كتيره قوي لازم تتمشي عشان تبيع للانسب مش للمتاح. ساعتها الحاجة اللي معاك هتتقيم مظبوط وتجيب لك أعلى سعر. طبعا يا سالم باشا، ما هو عشان نجدي احنا خبطنا على بابك يعني. بالك أنت يا مان، أنا ممكن أشتري الحاجة اللي معاك دي دلوقتي، بس هاخدها بتراب الفلوس عشان قيمتها لسه ما اتحسبتش. وأبقى أخد بقى أنا مكسبي بعدين. في تجار كتيرة قوي بيعملوا كده، بس دي بقى مش سكتي، خصوصا إن أنتوا بلديات وعايز الموضوع يمشي صح. طب صح، ده اللي هو ياخد وقت قد ايه تقريبا يا حاج سالم؟ بس انت يعني عارف ان انا مجرد مرسال، عايز بس الجماعه ابقى مرسيهم. لا، في اجراءات كتير هتتعمل، بس اعمل حسابك انا من ساعه ما اديت لكمال الاوكي وانا بعمل اتصالات. طبعا يا باشا. انا عارف ظروفك يا ماهر، حاسس بيك كويس قوي. من امبارح وانا قاعد بقلبها في دماغي، خصوصا بقى من بعد ما كمال قال لي ان ظروفك يعني مش احسن حاجه، وانك بتدور على مكان تقعد فيه، فانا بقى قررت انك تقعد هنا عندي في البيت، ضيف معزز مكرم. اي حاجه انت عايزها هتلاقيها، ولو عايز مراتك وابنك يكونوا موجودين معاك يشرفوا في اي وقت. وربنا ما مستاهل، الله يحفظك يا رب. الله يخليك يا حاج سالم، مش عايز بس ابقى اعمل لك ازعاج. ازعاج ايه يا راجل؟ مفيش ازعاج ولا حاجه، البيت كبير والحمد لله. وبعدين انا عندي هنا استراحه، قلت لهم يقضبوها وهي جاهزه دلوقتي. ده كرم كبير، كرم كبير والله يا باشا. كرم كبير وربنا، بس يعني انا اصلا مش مستعد ولا عامل حساب. يا سيدي نستعد لك احنا. النهارده بعد الظهر هيكون عندك شنطه هدوم تقضي الغرض. في حاجه تاني؟ الله يكرمك يا حاج سالم، ان شاء الله مردود لك باذن الله، الا في السعر. لا ما تخافش من السعر، مش هنختلف.